وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تتصورون الوجوه التي ترى الله جل جلاله مباشرة لا تضام في رؤيته؟ هل يغشاها بعد ذلك أذى؟ معاذ الله. يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول ابن القيم رحمه الله: ولله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يخشاها ولا هي تسأم. لا تمل من رؤية الجبار جل جلاله. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يكلمهم الله جل جلاله بكلامه مباشرة يسمعونه فيقول: سلام قولا من رب رحيم، فيلقون فيها تحية وسلاما. فالتحية تحية الملائكة، يقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولا يخاطبونهم من بعيد، بل يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. بخلاف أهل النار فينادون من بعيد، لا يسمعون إلا نداء من بعيد. وأنتم تعرفون أن المكرم لا ينادى برفع الصوت، وأن المهان هو الذي يرفع عليه الصوت ويصرخ عليه. فلذلك أهل النار ينادون من بعيد، وأهل الجنة يدخل عليهم الملائكة فيحيونهم من كل باب: سلام عليكم. كذلك فإن سماعهم لكلام الله جل جلاله تحسد فيه الأعين الآذان، فتقول الأعين: يا ليتني كنت أذنا لأسمع كلام الله جل جلاله. فأنتم الآن إذا قرأتم تكريم الله لموسى بن عمران وأن الله اتخذه كريما وكلمه بكلامه جل جلاله، لا شك أنكم تغبطون موسى فتقولون: أي مقام هذا؟ واحد من البشر يكلمه الله جل جلاله. أسأل الله أن تكونوا جميعا من الذين يسمعون كلام الله يوم القيامة.